أعود مرة أخرى لضيفي السيد ياسر الشورى المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، دكتور عبد السند يمامة. أستاذ ياسر أهلا بحضرتك مرة أخرى، وأرجوك اطلعنا على انطباعاتكم أو تحركاتكم خلال ما تبقى من فترة للدعاية وهي قليلة جدا. الحقيقة احنا في حملة الدكتور عبد السند يمامة انتهينا بالأمس من عمل التوكيلات، غطينا معظم المحافظات المصرية بالوكلاء اللي هيبقوا موجودين في متابعة سير العملية الانتخابية. اعتمدنا بشكل أكبر على التوكيلات العامة عشان نستطيع ان احنا نغطي أكبر عدد من اللجان ونتيح فرصة للمندوب أو للوكيل انه يتحرك في أكثر من لجنة في المحافظات المختلفة. احنا عندنا لجان في الحزب الوفد على مستوى الجمهورية على مستوى 27 محافظة، في كل محافظة عندنا لجنة عامة وعندنا لجان في المراكز وفي القرى. بقدر الإمكان تم تغطية هذه الأماكن بالمناديب وبالوكلاء عن الدكتور عبد السند يمامة لمتابعة سير العملية الانتخابية وحضور عمليات التصويت والفرز وما إلى ذلك طبقا للضوابط اللي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات. آخر حاجة بالنسبة لنا كان النهاردة كان مؤتمر حاشد للدكتور عبد السند يمامة في مسقط رأسه بمنطقة مانيا الشيحة التابعة لأبو النمرس بمحافظة الجيزة. كان مؤتمر حاشد جدا لأن دي بلد الدكتور عبد السند، وبالتأكيد طبعا وهو ألقى خطاب سياسي وجه فيه الشكر على هذه الحشود اللي حضرت مؤتمر النهاردة، وتعهد فيه بأنه هو إن شاء الله لديه برنامج طموح، برنامج إن شاء الله يلقى قبول المصريين، ونشاهد ده بينعكس على تصويت المصريين في صناديق الانتخابات. البرنامج الانتخابي للدكتور عبد السند يمامة بيعتمد في الأساس على فقه الأولويات، بيعتمد على أن احنا نبدأ في مشروعات اللي هي سريعة الربح أو سريعة المردود وإرجاء المشروعات طويلة المدى، وبيتكلم في أن حتى المشروعات القومية الكبرى اللي موجودة حاليا هو بيقترح أو بيشوف من خلال البرنامج الانتخابي بتاعه إن هذه المشروعات يتم عملها أو إنشائها عن طريق نظام التمويل التأجيري أو البي أو تي، اللي هو من خلال إنك أنت بتجيب مستثمر رئيسي، مستثمر كبير بيجي بيعمل المشروع القومي، نظير إنه بيستأجر هذا المشروع أو بياخد هذا المشروع لمدة محددة من السنوات، وبعد ذلك تؤول الملكية إلى الدولة المصرية. شفنا ده فيما يتعلق بمصر الطيران، طبقت نظام البي او تي كتير جدا في شراء طائرات الإيرباص على وجه الخصوص في الفترات الأخيرة، نجحت أنها تحدث الأسطول بتاعها، فده ملمح من الملامح اللي بيتكلم فيها الدكتور عبد السند يمامة. الدكتور عبد السند يمامة كمان بيتكلم في برنامجه الانتخابي أنه ضد الاستدانة وضد الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ومش بيطرح هذا الطرح كده على علاته، ولكن بيضع البديل ويرى أن البديل هو جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والاتجاه إلى المشروعات بدلا من مسألة الاقتراض أو الاستدانة. انتهى الوقت، والله أنا أعتذر جدا لحضرتك أستاذ ياسر، أعتذر جدا من حضرتك، ولكن يعني انتهى وقت البرنامج حتى ككل. شكرا جزيلا الأستاذ ياسر شورى المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة.